تعال نشوف كيف نعد قائمة التدفقات النقدية التقديرية أو ما يسمى بالبروفورما ستيتمنت أوف كاش فلوز، بس المرة هذه حنعدها باستخدام الطريقة المباشرة أو الدايركت ميثود. طبعا احنا عديناها قبل كده باستخدام الاندايركت ميثود واللي شفناها في التمبليت اللي فات، لكن الآن نشوف في الدايركت ميثود. طبعا سواء دايركت ولا اندايركت لازم التنتين يوصلونا لنفس النتيجة. طبعا الدايركت ميثود بتتكون من ثلاث اقسام زي الاندايركت. في قسم بيتكلم على التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، والتدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية، والتدفقات النقدية من العمليات التمويلية، ثم صافي التغير في النقدية بنضيف عليها رصيد نقدية اول بيعطينا رصيد نقدية لاخر. تعالوا نشوف كيف بنعد القائمة هذه او قائمة التدفقات او ما يسمى بالبروفورما ستيتمنت اوف كاش فلوز. طبعا بالاول هذا القسم بيتكون من قسمين اساسيين، اللي هو عبارة عن كاش ريسيد فروم كاستمرز، وهذا موجود في تيبل رقم 15، وهذا بنجيبه كالاتي اللي هو بنقول يساوي وبنروح على الكاش بادجت. في الكاش بادجت طبعا في الكاش بادجت في عندي حاجة اسمها توتال كاش ريسيد اللي هي من الكاستمرز، وبنقول له يساوي طبعا ارفع الدمج تبع الخلية هذه، وبعد كده اقول له نسخ ولصق. تعال نشوف كاش بيد تو سبلايرز اند امبلويز، برضو هذه من تيبل رقم 15 يساوي، بس هذه حنتعامل معها شوية بحساسية. هي التوتال بيمنتس اللي هي اجمالي المدفوعات النقدية هذه، بس بدنا نستبعد منها المدفوعات اللي بتظهر في القسم الثاني من قائمة التدفقات النقدية. فعشان كده حنعمل، لان هذه مدفوعات حنقول يساوي ناقص لان هذه بالسالب، ونروح على الكاش بادجت وناخد اجمالي المدفوعات. بس بدنا نستبعد من هالمدفوعات هذه اشياء حنرحلها للقسم الثاني في قائمة التدفقات النقدية، عشان كده كنا حنضيفها زائد اللي هي عبارة عن اجمالي مشتريات اصول اللي هي كابيتال بروكيورمنت بيمنت اللي هي هذه، بدنا نستبعدها، وبدنا نستبعد منها زائد اللي هي توزيعات الارباح اللي هي بتيجي في القسم التمويلي في قائمة التدفقات النقدية. طبعا بنعمل كده انتر لانه في عندي دمج خلايا، كان لازم ارفع الدمج اللي هان، وباعتقادي هيك بيكون الشغل تبعنا سليم. طبعا بنعمل كده، طبعا لصق لصق، وبنعمل لصق كده، وباجي بقول صافي النقدية المتحققة او المستخدمة من العمليات التشغيلية حيساوي هذا زائد هذا. طبعا لو اخدتوا بالكم صفر معانا، باجي نسخ وبعمل كده لصق، المفروض انه صفر معنا. نيجي ان التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية، تو استبعدنا من الجزء الاولاني اللي هو خاص بالمدفوعات، استبعدنا الجزء اللي خاص بمشتريات الكابيتال اسيتس، وهذه موجودة في جدول رقم 12، هنقول يساوي ناقص لان هذه مشتريات، يبقى هذه اوت فلوز. وبنروح احنا على جدول 12 اللي هو عندنا اسمه كابيتال اكسبنس بادجت، طبعا في عندنا الرقم هذا اللي هي مشتريات الوصول، وانا حطيت ناقص لانه هذه عباره عن اوت فلوز، هذه مدفوعات، يبقى كنا هنعمل كده نرفع الدمج من هان، وبعد كده بنعمل نسخ وبنعمل لصق. ضل عندنا نجيب بيع شراء استثمارات ماليه، هذه موجوده في التيبل 15 اللي هي الكاش فلوز الكاش بادجت. في الكاش بادجت بروح على الكاش بادجت هنا، وفي عندي هنا لو اخذتوا بالكم بيع شراء استثمارات ماليه قصيره الاجل، طبعا بس عشان خليها هذه محميه فكنا هنقول دي 80 81، لو اخذتوا بالكم هي دي 81. وخدوا بالكم هنا مش ضروري احط ناقص، لانه الناقص يعني شراء والموجب يعني بيع، فهي جاهزه على طول الاشاره بتاعتها. فبعمل انتر كده وبعمل نسخ وبعمل هنا لصق. ضل علينا نجمع يساوي هذا زائد هذا، طبعا لو اخذتوا بالكم هنا صفر معانا، وباجي بعمل كده لصق وكده بخلص. ضل عندي مين؟ ضل عندي التدفقات النقديه من العمليات التمويليه، اهمها اللي هو التغير في الالتزامات طويله الاجل، طبعا لانه هذه التزامات فاحنا بناخذ
الكومباريتيف مع البيز بيريود. طبعا الكومباريتيف المقصود فيها اللي هي الربع الاول بالنسبه للميزانيه بتاعتنا اللي هي هذا الرقم ناقص طبعا البيز اللي هي افترض البروبلم عندي هان اللي هو هذا الرقم.